سبحان الله. لو اختلت هذه الأمواج العميقة سيختل معها هذا البحر العميق ونسبة الماء فيه، وتختل معه تتغير كمية الحمم المنصهرة المتدفقة من الصدوع الأرضية، وتختل كمية التراب، ويختل النبات، وتختفي الحياة على وجه الأرض. إذن أيها المنكر، عندما أكرمك الله بهذه النعم، هل تنكر نعمة الله؟ سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند رب تبشر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام مع برنامجكم أنزله بعلمي. حقيقة هذا البرنامج يعني رغم إيماننا ويقيننا بما بين أيدينا من كتاب ربنا وسنة نبينا وسبقهما لكل زمان ومكان، لكننا نطرح موضوعات الإعجاز العلمي لسببين. أولا لزيادة الإيمان الذي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيد وينقص، فنزيد إيماننا بمعرفة الكنوز من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. ثانيا لكي نطحض حجج بعض المكذبين والمشككين حتى نحمي شبابنا وبناتنا من كيدهم ومن فكرهم الخبيث. حقيقة نرحب بداية مع الدكتور عبد الدائم كحيل، نرحب بكم في بداية حلقتنا دكتور. بارك الله بكم يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور. الحقيقة يعني المشككون ما تركوا شيئا إلا وتكلموا فيه، وربما أيضا حتى آيات كما قرأت اليوم، حتى آيات البحار وآيات الكلام عن البحار يقولون كلام، يعني كلام كله تشكيك. أنا أعرف أنه لا وزن له، ولكن من باب إقامة الحجة ما ردكم على هؤلاء؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هؤلاء المشككون لم يتركوا شيئا إلا وشككوا فيه. نعم. بكل شيء، ومن ضمن ما قالوه آيات البحار، قالوا ليس فيها أي إعجاز علمي. يا سلام. هناك آية عظيمة في القرآن، الله تبارك وتعالى يقول فيها موج من فوقه موج، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذه الآية في سورة النور. جميل. فسرها علماء الإعجاز على أن هناك موج عميق، أمواج عميقة وأمواج سطحية. جميل. وجاءت فرصة هؤلاء المشككين بعد عام 2000 ليقولوا لقد كشف العلم وجود تيارات مائية وليس أمواج، وهناك فرق بين التيار المائي والموجة، فرق كبير. نعم نعم نعم. التيار المائي قد يكون له شكل، أي شكل معين. نعم. قد يكون شكله مستويا. صحيح. وتيار يسير. صحيح. مثل التيار الكهربائي مثلا. صحيح. ولكن الأمواج، الموجة لها خصائص فيزيائية محددة، لها طول موجة، لها تردد، لها يعني نظام محدد. نظام محدد. نعم. يختلف عن التيار. جميل. طيب في اللغة العربية لا يوجد تيار، يعني في القرآن الكريم هذه الكلمة غير واردة. صحيح. فالقرآن استخدم كلمة أمواج أو موج، هكذا كان التفسير، وكان سببا في إلحاد البعض، حتى إنهم قالوا
لو كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لو كان القرآن كلام الله لجاء بالكلمة المناسبة. وسبحان الله بدأت أتأمل أنا هذه الاكتشافات، هذا كلامهم وهراءهم يعني. نعم نعم. ودخلت ولم أجد شيئا للأسف، ولكن انتظرت هذا الكلام قبل 20 عاما يعني أحدثك، وانتظرت حتى عام 2011 فتح لك، وإذا باكتشاف علمي جديد وصادم بالنسبة للعلماء، يقولون بالحرف الواحد وعنوان ذلك الاكتشاف، أيوة، العلماء يكتشفون الأمواج العميقة، ديب ويفز اللغة الإنجليزية. الله، بالنص كده، بالنص، سبحان الله. عندما تطلع على البحث يقول لك البروفيسور قائد الفريق العلمي، يقول نحن لم نكن نتخيل وجود أي شيء على أكثر من عمق 200 متر، وإذا بأمواج على عمق 5000 متر يبلغ ارتفاع الموجة أكثر من 500 متر. هذه تحت البحار في الأعماق. نعم، الأعماق. هذه الموجة شدتها 10,000 مرة الأمواج السطحية التي نعرفها. سبحان الله. وكيف فرقوا بينها وبين الموج العالي أو اللي على السطح يعني؟ عندما أرسلوا غواصات إلى أعماق المحيط، نعم، وأرسلوا مجسات وكاميرات، أيوة، لتصور هذه الحركة للماء. جميل. ودرسوا عدة مناطق، وجدوا أن هذه التيارات المائية التي كانوا يسمونها تيارات مائية، أيوة، لها شكل الموجة. سبحان الله. فغيروا التسمية، لم يعد الآن لا أحد يقول تيار مائي، يقول أمواج عميقة. ده الاكتشاف الحديث. نعم، المطابق. وجاء مطابقا للآية القرآنية. الله تعالى ماذا قال؟ يقول سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان الله. نعم. إذن نحن الآن أمام حقيقة علمية تتجلى أمامنا اليوم. نعم. وأمام وصف قرآني دقيق جدا. نعم. طيب الآية تتضمن عناصر أخرى. نعم. تتضمن عنصر الظلمات. صحيح. وجد العلماء أن الضوء لا يمكن أن ينفذ على هذه الأعماق، فهو ظلام شبه كامل. يا للعجب، الله أكبر. لا أحد يتصور أن النبي الذي لم يركب البحر في حياته صلى الله عليه وسلم أنه يعلم هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم. هذه الطبقات من الماء تحجب الضوء، كلما نزلت إلى الأسفل تحجب حتى تصل إلى أعماق أكثر من 1000 متر لا يتبقى شيء من هذا الضوء. الله أكبر. طيب إذا أخرج يده لم يكد يراها، قالوا هذا خطأ علمي لأن الضوء غير موجود وبالتالي يجب أن يقول لا يراها. مشككون يقولون لماذا لم يكد؟ آه. يعني هناك معناها ضوء خفيف جدا، صح؟ نعم نعم. عندما نزلوا في المرة الثانية أتصور عام 2016 إلى أعماق المحيط الهادئ على عمق 11 كيلومتر، ماذا وجدوا؟ وجدوا في هذه الأعماق الشديدة الظلمات وجدوا كائنات تتميز بما يسمى الإضاءة الحيوية، تبث الضوء لترى طريقها. سبحان الله، خلقت مضاءة. إذن هذا الذي ضرب الله به مثلا أعمالهم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات. أيوة، إما سراب أو ظلمات. سبحان الله. تخيل حال هذا الكافر وكأنه يعيش تحت هذه الأمواج العاتية التي تقدر قوتها 10,000 ضعف الأمواج السطحية، وارتفاعها أعلى من ناطحات السحاب،
ولا يوجد إلا ضوء هذه المخلوقات، هذه الأسماك العميقة، وهو ضوء صاعق، يعني إذا اقتربت منها تصعقك، سبحان الله، لأنها تولد تيارا كهربائيا عالي التوتر. سبحان الله. إذن إذا أخرج يده لم يقل لم يراها أو لم يرها، لم يكد، لأن الله يعلم هذه الكائنات التي خلقها أنها تضيء. سبحان الله. تخيل إنسان يعيش في هذه الأعماق، ما هو حاله؟ هذه حياة المشكك اليوم. الله أكبر، أحسنت دكتور على هذه المعلومات القيمة. وسبحان الله أحبة الكرام، نجد التوافق العجيب، يعني لأن الكون كونه سبحانه جل وعلا، فهو يضرب الأمثال كما شاء وكيف شاء، يضرب مثل وحال الكافر كما أوضح الدكتور بحال من هو في ظلمات، هذا حال كل من ابتعد عن طريق الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، صدق الله العظيم. أنزله بعلمه. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نعود إليك فضيلة الدكتور في استكمال هذه الرحلة، يعني بعد هذا الكلام القيم العلمي الموثق، والذي يستطيع أي مشاهد أن يرجع إليه إلى موقعكم بالأبحاث التي ذكرتها، ونحن هنا نضغط فقط المعلومات، وليرجع من شاء إلى تفصيلها، ولكن نريد أيضا في حلقتنا أن نرى توثيقا علميا لما تفضلتم به حتى يعني تتم الفائدة. طيب، يمكن الآن أن نرى هذه الدراسة التي أجريت مؤخرا واكتشف من خلالها ما يسمى بالأمواج العميقة، وكيف في أي منطقة يعني جرت بالأرقام والحقائق. طبعا هذا فيديو 3D إنتاج إحدى الجامعات الغربية، هنا منطقة مضيق لوزان، حيث أنزلوا هذه الغواصة وبدأت تنزل إلى هذه الأعماق، وهناك جهاز أو مجسات تتحسس حركة الماء، وهذه المجسات بدأت تهتز صعودا وهبوطا مع الموجة. سبحان الله. وأمكن قياس ارتفاع الموجة، انظر هذا المجس كيف يصعد ويهبط. سبحان أمكن الله. قياس هذه الموجة من حيث شدتها وارتفاعها وطولها، وهي أعنف بكثير من أمواج التسونامي المدمرة التي تقتل مئات الآلاف أحيانا. سبحان الله. موجة تسونامي واحدة تقتل مئات الآلاف، ما بالك بهذه الموجة التي هي أضعاف مضاعفة. يعني موجة تسونامي عشرات الأمتار فقط، هنا 500 متر، تصور يعني تحت البحر. الله أكبر. فهذه الأمواج لماذا خلقها الله؟ رحمة بك أيها المشكك. كيف يا دكتور؟ لأن لولا هذه الأمواج لفسدت البحار والمحيطات منذ ملايين السنين. هي تجري عملية مزج وتجديد للبحار باستمرار. عجيب. فتجد أن المياه تتحرك وتحافظ على درجة ملوحة، معدل ملوحة محدد، وتتجدد وتقوم، يعني هناك دورة اسمها دورة الماء الكبيرة التي تتعلق بالبحر وبباطن الأرض، وهذه الأمواج عندما تدفع هذه المياه تتسرب أجزاء منها إلى أعماق الأرض، فتتشكل بحار أخرى تحت الطبقات النارية الملتهبة. هذا البحر العميق على عمق 1000 كيلومتر يتحكم بنظامنا نحن البشر على الأرض. سبحان الله. إذن هذه الأمواج العاتية جدا لها دور مهم في تشكل التربة على سطح الأرض. سبحان الله. لو اختلت هذه الأمواج العميقة سيختل معها هذا البحر العميق ونسبة الماء فيه، وتختل معه، تتغير كمية الحمم المنصهرة المتدفقة من الصدوع الأرضية، وتختل كمية التراب، ويختل النبات، وتختفي الحياة على وجه الأرض. سبحانك يا رب. إذن أيها المنكر، عندما أكرمك الله بهذه النعم، هل تنكر نعمة الله؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
ألا تشهد هذه الآية عندما قال الله تبارك وتعالى موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن أصبح لدي في آية واحدة عدد من المعجزات العلمية. أولا، من أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بوجود ظلمات في البحار؟ هذا سؤال أول. والسؤال الثاني، من أنبأه بوجود موج على هذه الأعماق؟ صحيح، وليس تيارات كما كانوا يدعون. نعم. موج. ومن الذي أنبأه بأن هناك إضاءة خفيفة قال لم يكد يراها؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقل لم يرها، يعلم أن هناك إضاءة خف. من الذي أنبأه بذلك؟ صلى الله عليه وسلم. ثم ختمت الآية التي في سورة النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله أكبر. إذن عدة معجزات علمية في آية واحدة. هل يمكن لنبي أمي عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه عليه، المستشرقون يقولون لم يركب البحر في حياته أبدا ويعترفون بهذا؟ نعم. كيف يصف هذه الظواهر بالله عليك لو لم يكن رسولا صادقا في دعوته من الله تبارك الله وتعالى عليه وسلم. وأنا أتساءل يعني 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 سبحان الله، ومن أنعم عليك دكتور بهذه التجليات إلا الله تبارك وتعالى لكي تمتع من يسمعك بعلم يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقك الإخلاص. وفعلا الحلقة دي النهاردة أحبت أشكرك دكتور على هذا الإدلاء. بارك الله فيك. حلقة حقيقة يعني إن كان هناك كلام يقال فإنما يعني ملخصها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وهي آية عجيبة وردت في أي سورة؟ في سورة النور. فاللهم صل وسلم على النور محمد. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.